وفي الواقع اليوم باش نكونوا واضحين، تحليات المياه عندنا 9 المحطات، هاد 9 المحطات تتنتج 147 مليون متر مكعب، وحنا تنستهلكوا 1.3 مليار متر مكعب في مجال الماء صالح الشرب زيادة على الفلاحة بحال اللي تفضلتي به. هذا تيجعل انه اليوم فهو غالبية الماء اللي تنستعملوا فهو تيجي اما من السدود اما من الفرشة المائية. إذن بعد التوجيهات الملكية السامية نمشينا في واحد وجهة نظر أخرى، واللي هي تتهدف إلى أن يكون هنالك توازن، أنه الماء الصالح للشرب بغينا يجي على الأقل 50% منه يجي من المحطة ديال تحليات المياه، وهذا اللي غيجعل أننا كيفما كانت التساقطات المطرية غنضمنوا أنه يكون تواجد الماء بالنسبة للمواطنات والمواطنين. والهدف من هادشي كله هو في نفس الوقت هذوك المياه اللي هي كاينة في السدود غيمكنها نستعملوها للفلاحة ونستعملوها للمدن الداخلية باش يكون هذاك التوازن ونضمنوا هذه الاستمرارية. ولذلك حنا برمجنا غير هذه السنة عندنا معلوم تحليات المياه في الدار البيضاء 300 مليون متر مكعب، عندنا كذلك الداخلة راه انطلقات اللي هي كذلك مهمة، عندنا واحد 40 مليون متر مكعب وفيها البعد ديال الفلاحة اللي تفضلتوا بها كذلك بالنسبة لأكادير، وعندنا كذلك اللي تنشتغلوا عليه وهو أننا غنطلقنا كذلك أسفي وجديدة واحد 90 مليون متر مكعب إن شاء الله من هنا لمارس المقبل، وعندنا كذلك انطلقنا في إطار الناظور إن شاء الله واحد محطة ديال تحليات المياه اللي غتوصل 200 مليون متر مكعب ويكون فيها كذلك البعد الفلاحي حاضر. من جهة أخرى فنحن نشتغل مع الوزارات المعنية باش نبرمجوا العديد من المحطات ديال تحليات المياه الأخرى بالنسبة للمدن الساحلية باش نقللوا من الضغط على السدود، ومن جهة أخرى باش يمكننا نفتحوا المجال للفلاحة ولا كذلك للمدن الداخلية وخصوصا المناطق الجبلية.